فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم البيع والشراء في الأسهم والمضاربة فيها، وهل هذا يعد كالقمار؟ الأسهم الثابتة في عقار أو في مصنع أو في زراعة لا بأس بها، يعني التي تستثمرها يجيك من غلتها ومن أرباحها لا بأس ببيعها لأنها أسهم ثابتة ومعروفة. وكذلك الأسهم في التجارة، الأسهم في التجارة المعروفة بيع وشراء شيء معروف مباح لا بأس بذلك. أما الأسهم المجهولة التي لا تدري عنها ولا من يستعملها ولا أين تستعمل فلا تدخل فيها، ابتعد عنها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.